وسهلا فيكم بهابلي كيتشن. تنكمل بثيم عيد ميلاد، وصفتنا لليوم راح تكون كوكيز بطعمات مختلفة، بنعمله بنفس العجينة الأساسية مع شوية زوادات. هالكوكيز فيكن ضيفوا منهم، تاخدوهم لحد هدية أو تاكلون انتو بالبيت، مش غلط فيكن تزعبوا عليهم. طريقتهم هينة والنتيجة كتير حلوة. نقيت الوصفة من عند أمس جوديز، الفيديو اسمه Make any cookie with this recipe. بهالفيديو أنا بتعمل 5 طعمات مختلفة. أنا رح أعمل 4 منهم لأن ما عندي طحين اللوز، بس رح أترك لكم لينك الفيديو الأساسي اللي بتلاقوا فيه كل الوصفات مكتوبين بالدسكربشن بوكس. أول طعمة رح تكون الفانيلا باتر كوكيز. باتر كوكيز بتعرفون منه للعلبة المبرومة الزرقاء اللي ستاتنا بيستعملوها لعدة الخياطة. هالوصفة رح تكون الأساس لباقي الطعمات. أنا رح حضر نص الكمية. بدنا 375 جرام زبدة، بدها تكون الزبدة كتير طرية. نخفقها شوي ومنضيف عليها 150 جرام أو كباية وربع سكر ناعم. نخفقهم عن جديد. نرجع منضيف بياض بيضتين وملعقة صغيرة ونص فانيليا. آخر شي منضيف رشة ملح و450 جرام أو 3 كبايات و 3 أرباع طحين على 3 دفعات. قسمت العجينة لخمس أقسام متساوية. بدنا نحط أول قسم من العجينة بكيس مع بايبينج تيب شكل نجمة أو حيلا شكل تاني، وبنعمل الشكل اللي بدنا إياه على ورقة زبدة حطينا على صينية فرن. كان صعب الشغل بالعجينة تعمل أشكال صراحة، لأن ما طلعت طرية قد ما مبين بفيديو إماز جوديز، هي طلعت مع العجينة مثل الكرام، ولأن العجينة تبعي أسمك ما كانت عم تطلع بسهولة من الكيس. منفوتن على الفرن المحمى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 10 ل 15 دقيقة أو تكان حمار كعبن. كطعمة ما فيها كتير طعمة ظاهرة، بالنسبة إلي كانت بتحمل بعد شوي سكر وفانيليا، وأكيد مع الأشياء اللي رح نزيدن لباقي الطعمات رح تطلع أطيب. تاني طعمة رح تكون الجينجر بريد ستايل كوكيز. هالوصفة منا وصفة الجينجر بريد كوكيز الأصلية، بس فيها بهارات بتشبهها اللي هن القرفة والزنجبيل. لهالطعمة بدنا نضيف ملعقة صغيرة وربع زنجبيل بودرة أو أقل حسب أدي بتحبوا، أنا حطيت نص ملعقة صغيرة بس. بدنا كمان ملعقة صغيرة ونص قرفة، ملعقة صغيرة ونص كاكاو، وعشرين جرام طحين أو ملعقتين كبار. مننخلن على العجينة ومندخلن بقلبها. بلشت بالسباتول ورجعت كفيت عجينة بإيدي تندمجت كلها منيح ببعضها. منحطها بين ورقتين زبدة أو نايلون ومنمدها شوي وعلى البراد. طعمة رح تكون الشوغر كوكيز. شوغر كوكيز هن الكوكيز اللي بتلاقون عادة بالمناسبات مزينين برسمات. بس بدنا نضيف لهالطعمة 25 جرام طحين وربع ملعقة صغيرة فانيليا. 25 جرام طحين يعني ملعقتين كبار وثلاث ارباع. ما تعملوا مثلي، حطوا الفانيليا قبل الطحين حتى ما تكبشل. ندمجهم ببعض ومثل قبل منمدها وعلى البراد. رابع طعمة والأخيرة للشوكليت شوغر كوكيز فتكتمل العلبة. بدنا 10 جرامات طحين أو ملعقة كبيرة و30 جرام أو ملعقتين كبار مش معرمين كاكاو محلى.
بدنا نذوبه بشوية حليب تيصير مثل المعجونة. أنا عزلت 3 ملاعق كبار حليب تصاروا هيك. منضيفهم على العجينة. هي قالت إنه إذا ما عنا كاكاو محلى فينا نستعمل المر مع نص ملعقة كبيرة سكر ناعم، فأنا عملت هيك. نجمعها ببعضها، منمدها وعلى البراد. منشيل عجينة الجينجر بريد كوكيز من البراد، منرش شوية طحين على الطاولة وعالشوبك، ومنمدها على سماكة 6 مليمتر تقريبا، ومنقص الأشكال اللي بدنا ياهن. مننقلن على ورقة زبدة، منحطهم بالفرن المحمى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة. رح نعيد نفس الخطوات بالعجين الباقي. عملت 5 قسم من العجينة مثل الشوغر كوكيز، بس حطيت لها تلوينة حمراء للأكل. عجينة التشوكلت شوغر كوكيز لمن مديتها بين انه مش مخلوط الكاكاو منيح بقلبها، كان فيها بقع أغمق أو بقع أفتح مش كلها نفس اللون، فانتبهوا لهالموضوع وعجنوها منيح. شوغر كوكيز رح حط بقلبهم مربى. أنا نقيت مربى المشمش، بس فيكن تنقوا الطعم اللي بتحبوه. للشوكولات شوغر كوكيز رح حط بقلبن شوكولا سايل. الجينجر بريد ستايل كوكيز طلعوا طيبين. أنا شخصياً بحب القرفة فحبيتهم كتير. طلعوا بيدوبوا بالتم، وأهم شي تستعملوا نوعية زبدة منيحة لأن بتأثر على الطعمة وعلى التكستشر تبع الكوكيز. الشوغر كوكيز مع مربى طلعوا مثل البتي فور، كمان كتير حبيتهم. فيكن بدل المربى تحطوا شوكولا. وخصوص الشوغر كوكيز الحمر، إذا بتغطوا نصهم بشوكولا أبيض بيطلع شكلهم كتير حلو، طعمتهم كتير طيبة. كوكيز منن حلوين، وهالشي مناسب لأني ما بحب السكر كتير، في أكلهم مثل ما هن، وإذا حطينا لهم مربى أو شوكولا ما بيطلعوا حلوين زيادة عن اللزوم. التشوكلت شوكر كوكيز مع إنه زدنا لهم نص ملعقة كبيرة سكر ناعم مثل ما قالت، ضلوا شوي مرين، فبنصحكن تزيدوا بعد نص ملعقة كبيرة سكر، أو تستبدلوا نص ملعقة من الكاكاو بحليب بودرة تيطلعوا أطيب. بس كمان كل كاكاو طعمته مختلفة، فزبطوا الخلطة حسب قد الكاكاو اللي عندكم مر، أو أزبط شي تستعملوا كاكاو محلى. نزلنا هالفيديو استثنائياً نهار الأربعاء تيكون معكم وقت أكتر تتحضروا وتجيبوا الأغراض قبل العيد. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا وحبيتوا هالفيديو. تقدروا تشوفوا فيديوز مثل هيدا من لايك وسبسكرايب، واكبسوا على الجرس تيصلكم نوتيفيكيشن لما ننزل فيديو جديد. ينعاد على الجميع، باي.